مبادرة يدا بيد هي مبادرة سنوية ينظمها فرع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في مدينة الذيد والمنطقة الوسطى. تهدف هذه المبادرة إلى التوعية المجتمعية بالإعاقة والأشخاص من ذوي الإعاقة بكافة الفئات، كما تهدف إلى الكشف المبكر عن الإعاقة، الأطفال من ذوي الإعاقة والمعرضين لخطر الإعاقة. كما تعلم أن الكشف المبكر هو حجر الأساس في تقديم الخدمات المناسبة للحد من الإعاقة، وهذه الرسالة الرئيسية لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالحد من الإعاقة من خلال الكشف المبكر والتوعية المجتمعية وتقديم الخدمات الأنسب للوصول بأبنائنا من ذوي الإعاقة إلى أعلى مستويات الطاقة ودمجهم في مجتمعهم.